الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حددت وزارة الصحة الحالية مبلغ استقطاع الضمان الصحي من راتب الموظف، مبينة أن الاستقطاع يبدأ في شهر تموز المقبل. وقال المتحدث باسم هيئة الضمان إيهاب عبد الكريم إن مشروع الضمان الصحي قائم وتجري عمليات التسجيل وسط متابعة دورية على مدار الساعة من قبل وزير الصحة. وأضاف أن الاستقطاع للضمان الصحي من رواتب الموظفين يبدأ في شهر تموز المقبل في انطلاق خدمة الضمان، مبينا أن الاستقطاع يكون بواقع 1% من راتب الموظف المشترك بالضمان، وتكون بنسبة 5000 دينار لكل 500,000 من راتب الموظف. أفاد موقع عراق أويل ريبورت أن حكومة أربيل أخفقت في إنهاء حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط في الموعد الذي حددته سابقاً بسبب تأخر سداد إيجور شركات النفط والفوضى البيروقراطية. وذكر الموقع في تقرير له أن حكومة أربيل فشلت في الوفاء بالموعد النهائي المحدد لها لإنهاء حرق الغاز في العديد من حقول النفط، حيث تباطأ التقدم بسبب المدفوعات المتأخرة لشركات النفط والتأخيرات البيروقراطية. وأضاف الموقع أن العديد من الحقول المنتجة للغاز المصاحب في ممارسة مهدرة اقتصادياً ومدمرة بيئياً تعرف باسم الحرق، وهي محظورة تماماً بموجب عقود مشاركة الإنتاج المعيارية لحكومة أربيل. تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من احتياطاتها البترولية الاستراتيجية، وبتقارير أخرى عن وصول مزيد من المعروض إلى السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 70 سنتا لتصل إلى 85 دولارا و91 سنتا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 91 سنتا إلى 79 دولارا و23 سنتا للبرميل. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي، وهو بيان كان قد صدر بتكليف من الكونغرس في السنوات الماضية. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب سحب من الاحتياطي صدر تفويض به من الكونغرس في السنوات السابقة. ومن المرجح أن يؤدي البيع المعلن إلى تقليص الاحتياطي مؤقتاً إلى ما دون مستواه الحالي البالغ نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1983. وباعت الإدارة الأمريكية 180 مليون برميل من النفط لكبح أسعار الوقود التي ارتفعت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا ومع تعافي المستهلكين العالميين من جائحة كورونا. كشفت دراسة جديدة أن الإيجارات المتزايدة بسرعة في لندن خلال العام الماضي دفعت عدداً قياسياً من المستأجرين للبحث عن ملاذ خارج العاصمة البريطانية، واختار 40% من المستأجرين في لندن المغادرة بعد أن كان 28% فقط قبل عقد من الزمن بحسب صحيفة ديلي ميل. وفي المجموع غادر ما يزيد عن 718 ألف مستأجر خلال العقد الماضي، 62% منهم كانوا مستأجرين لفترات أطول، انتقلوا إلى منازلهم الخاصة قبل 4 سنوات على الأقل. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.